واليوم مطلوب من كل لبناني يقابل اي غريب، يقابل اي محتل، ويقابل اي معتدي عم بيجرب من بعيد او من قريب يشوه مظاهر الحضاره والتراث والقيم والمعتقدات على ارض لبنان، لانه لبنان ليكون حقيقه اللبناني اللي بدنا اياه هو وطن الحريات، هو وطن الحضاره، والا بنكون مثل اليمن او مثل كل هالبلدان اللي بعلمكم منه ما بعود في اي مبرر لوجودنا ولا بعود في اي سبب لوجودنا. نحن اليوم وللمستقبل مفروض نبلش نتعامل مع كل الناس بدون اي عقد من اي نوع. ما حدا اذكى منا ابدا. ولا حدا اشطر منا ابدا. ولا حدا دفع عن بلاده اكثر مما نحن دفعنا عن بلادنا. ولا حدا حضرته اقوى من حضرتنا ليجي يجرب يفرضها علينا ويقول انه هو افهم منا. عم بمثل سلافة الجمال والبدو والمتخلف.